And it goes a little something like, وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم لينك كواي والانستا في صندوق الوصف. انزلوا ادعمونا على زر التشكرات تحت الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. وبيبدا المسلسل بفتاه وهي لابسه فستان الزفاف وبتبكي وهربانه من ليله فرحها، وبتفتكر وهي مع حبيبها في غرفتهم، والمساعد بينادي عليه وبيقول له سيد فان ان هناك شخص مهم في انتظارك الان، فبيقول له اني قادم، وبيبص للبطله ويقول لها انتظريني لا تتحركي، وبيسيبها وبيمشي وبينسى موبايله. وبتشوفه البطله وبتمسكه وتفتحه وتلاقي رساله مبعوثه له ومكتوب فيها حبيبي فان، انك قررت الزواج من هذه الفتاه السيئه لمجرد انك غاضب مني، اتركها الان وانا في انتظارك. وبتتصدم البطله وتغضب جدا وترجع تاني للواقع وهي بتبكي وبتجري لوحدها ومش عارفه تروح فين، وتقف وتقول لنفسها اني لست سيئه وان هو قرر الزواج مني كي ينتقم من حبيبته. وتبص جنبها وتلاقي عربيه واقفه وتخبط فيها وتقول اني حزينه جدا اليوم وان علي ان اقوم بفعل شيء ما كي اخذ انتقامي منه، وبتكون غضبانه جدا. لكن فجاه بيتفتح شباك العربيه وبيظهر منها شاب وبيقول لها يا فتاه انك عماله بتخبطي في سيارتي الان، ماذا فعلت لك؟ واني لن اتركك الان حتى تدفعي ثمن هذا، اركبي بجانبي الان. وبتركب البطله وتبص له وتقول له اني سوف ادفع لك الان كما تريد، فقط اخرجني من هنا واني ماليش مكان اذهب اليه. فيبص لها ويقول لها حسنا والان ستاتي معي الى منزلي. وتبص البطله بعيد عنه وما تردش عليه. وبعدها بيظهر الشاب وهو في منزله مع البطله وبيقول استعدي وانك من اليوم ستكوني المساعده الخاصه بي، وانك لا تفعلي شيء بدون اذن مني، وانك لا تتركوني خطوه واحده، وان عليك تنفيذ الاوامر بشكل جيد اذا قررت البقاء معي هنا. فبتقول له البطله ارجوك لا تخيفاني، فبيشدها ويقربها ليه ويبص لها ويقول لها اولا عليك ان تغيري ملابسك وبعدها تاتي معي كي اخرجك من تفكيرك السلبي. ويبصوا لبعض. وقبل ما اكمل باقي الملخص احب انوه عن قناتنا الثانيه وورد اوف اكشن، ادخلوا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس وهتلاقوا هناك ملخصات مسلسلات جديده ومختلفه عن هنا. اتمنى تنوروني هناك كلكم، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. ويلا نكمل الدراما مع بعض. وبعدها بيظهر البطل وهو قاعد وبيقول تشو تعالى هنا الان، وبتروح له البطله وبيقول لها اربط لي رابطه العنق الخاصه بيا، ويديها لها وتقول له ان رئيس مثلك لا يستطيع حتى ربط رابطه العنق واني لا استطيع. فبيقول لها اني اسمح لك بربطها لي الان، وبما انك المساعده الخاصه عليك الاهتمام بيا والاهتمام بمنظر رئيسك. فبتاخدها منه وتلبسها له تشو، ويبص عليها وما تعجبهوش ويفكها ويلفها على البطله ويشدها عليه ويبصوا لبعض ويقول لها انك انت امرأة لا تستطيع حتى ربط رابطة العنق، كيف تستطيع تحمل مسؤولية رئيس شركة كبير مثلي؟ يلا الهراء. ويشدها ليه ويقول لها ان المرة القادمة لن اتحملك بهذه الدرجة، ويبعدها عنه وتغضب جدا البطلة. وبعدها بيظهر الرئيس وهو ماشي في الشارع والبطلة ماشية وراه غضبانة جدا، وبتقول في سرها ان هو دايما يتظاهر ان هو عنيف جدا وقوي ولا يميل الى جمال الانوثة، وان عليها التفكير في حلل التقرب منه. وبتقف جنب الرئيس لكنها بتتفاجئ فان وزوجها واقف قصادها ومع حبيبته وبتقرب منه وتقول انظر حبيبي اليها انها تقوم بالتقرب من شخص اخر. فبيقول لها فان اني تركتها بسبب هذا وان هو شيء جيد جدا اني لم اكمل زواجنا منها، وبيضحك. فبيمسك الرئيس البطلة ويقربها منه ويقول انها الان خطيبتي وان لدينا اشياء لنقوم بفعلها الان، واذهبوا من هنا، ويسيبهم ويمشي ويغضب جدا فان. وبعدها بيظهر الرئيس والبطلة ماشية معاه، والبطلة بتقول في سرها ان من الواضح ان الرئيس مشاعره بدأت تتحرك من ناحيتي، وبتبص له وتقول له شكرا ليك وان هو صديقي السابق وكنا سنتزوج ولكني رفضت بسبب خيانته ليا. فبيقول لها الرئيس ان لا يهمني في شيء بعد الان. فبتقول له البطلة ان كان لدي مشاعر تجاهه ولكنه الان ذهب. فبيمسكها الرئيس ويزقها ويقرب منها ويبص لها ويقول لها لا تفكري في مرة اخرى وان مساعدتي لا يمكنها ان تخاف الا مني انا، هل تفهمي؟ وبعدها بيظهر الرئيس وهو داخل منزله والبطلة معاه وبتتعب، فبينادي الرئيس ويقول بيتلر احضر لي الدواء الان، ويجيبه لها ويديه للبطلة ويقول لها 2 كبسولة في اليوم 3 مرات، ان لم يعجبك ساخذك الى المستشفى. فبتبعد ايده البطلة وتقول له
لا شكرا، وبتسيبه وبتمشي، لكنها بتفقد الوعي ويلحقها الرئيس قبل ما تقع ويشيلها ويمشي بيها. وبعدها بتظهر البطلة وهي نايمة على السرير ومريضة، وبتبتدي ان هي تفوق وتشيل الفوطة من على راسها وتقوم تبص جنبها وتلاقي رسالة سايبها لها الرئيس مكتوب فيها اني ذهبت بعيد عنك كي لا اصاب بعدوى منك، لا تمرضي مرة اخرى. فبتضحك البطلة عليه، وبعدها بتظهر فتاة وهي رايحة للرئيس مكتبه ويكون قاعد وبيقول اني لم اسمح لك بالبقاء كثيرا بالمنزل كي لا تصيبيني بالعدوى، واني لم اكن المسؤول عما يحدث لك. لكن فجأة بيتفاجئ انها حبيبة فان ويقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له رئيس لي الغني، انت الابن الاصغر لعائلة زو، وان تشو محظوظة جدا لاني اتقربت منك انت. فبيقول لها الرئيس ما الامر وماذا تريدي؟ فبتقرب منه الفتاة جدا وتبص له وتقول له اني سمعت بانك تتقدم بافتتاح شركة كبيرة وبتبحث عن شريك بيها، وان اريد ان اكون شريكتك في هذه الشركة يا رئيس. فبيزقها لي ويبعدها عنه ويقول اني لم اكن بحاجة اليك، اذهب للخارج الان. فبتخرج الفتاة وبتمشي. وبعدها بيظهر الرئيس وهو واقف جنب البطلة في غرفتها وبيقول لها ابي سيأتي الى شركتي اليوم، وانك انت الفتاة الجميلة الشابة. ويبص لها ويقول لها هل تفهمي؟ فبتقول له البطلة حسن يا سيد لي. فبيقول لها انك مريضة الان وعليك الراحة، اذهبي الى النوم الان. فبتقول له اني سأتي معك ولم اتركك واني تحسنت كثيرا ولا اذهب الى النوم. فبيقول لها لي كما تحبي يا حبيبتي. وبعدها بتظهر البطلة وهي نايمة وجنبها الرئيس وبتحاول ان هي تتقرب منه، وبيكون صاحي وبيقول لها لا تتحركي. فبتقول له اني لا استطيع النوم. فبيقرب منها الرئيس ويبص لها ويقول لها ان من الافضل ان تكوني صادقة معي وان لا تلعبي بالنار مرة اخرى. وبعدها بتظهر البطلة وهي في محل ملابس، وبتيجي بنتين يقربوا منها ويقولوا انها هي الفتاة التي هربت من زواجها يوم الزفاف، وان اخبرها على وسائل التواصل الاجتماعي. فبتغضب البطلة جدا وتسيبهم وتمشي، لكنها بتمسكها وتوقفها وتقول لها لا تذهبي، وترمي على وشها المية. وتغضب جدا البطلة وتقول لها انك فتاة سيئة. لكن بيوصل الرئيس وبيخلع الجاكيت ويحطه على البطلة ويبص لهم ويقول اني سوف اقوم بمعاقبتكم على ما فعلتوه معها، ويأخذ تشو ويمشوا. وبهنا نكون خلصنا احداث الجزء الاول. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وابعتوا لينك القناة لاصدقائكم وحبايبكم، وهاتهم في التعليقات نرحب بيهم. وما تنسوش تدخلوا على قناتنا التانية، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، هتلاقوا هناك مسلسلات جديدة وكمان مختلفة عن هنا. واسيبكم يا حلوين مع تعليقاتكم الحلوة، زيكم بحبكم اوي، شكرا لكم جدا. بس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.